المفتاح من الجنة، السبب من دخول الجنة الأعمال الصالحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونار سعيكم وتبوأتم من الجنة غرفا عباد الله. أيها المسلمون، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله القهار، لا إله إلا الله الجبار. يا أخي صنغي لا ينخرع عن الزلزال، عادق فغاي تصور وذي الزلزال مليح معليك، وذي اللطف من رب العالمين هتستمر غاي جوزي. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا شباب. لحظة، في زلزال والله، اوه ماي جاد، زلزال. اقول لكم فقط مثال بسيط، نحن جلوس هنا نشكل مجموعة تضاف الى 7 ملايير من سكان المعمورة، هل الأكثرية على الإيمان أم على الكفر؟ الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر، اجلسوا يا جماعة، اجلسوا، بارك الله فيكم. يا أخي فأين تذهبون يا أخي؟ يا أخي إخواننا، تموت في بيت الله أهلا وسهلا مرحبا، يا أخي يا أسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، قال: وذكرهم الله في من عنده. أنت يا أخي يذكرك الله الآن في من عنده. أما علي السلام، أما علي السلام، الله أكبر ولله الحمد.
لا أن يتناحروا نغ يسبوا بعضهم بعضا نغ يهجروا بعضهم بعضا ويحذروا بعضهم بعضا. والله الحمد لله الحمد لله تمثل تسلمك أمر الله الحمد لله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لأموات المسلمين أجمعين. اللهم واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ومن سألنا الدعاء من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم رد أمة محمد إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد فتيات المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.